شهد معرض المركبات الكهربائية في العاصمة البريطانية لندن عرض أول سيارة كهربائية لجمهورية شمال قبرص التركية. السيارة جونسيل من تصميم وتطوير وإنتاج جامعة الشرق القريب، وبدأ العمل عليها عام 2016 ووضعت مقابل سيارات شركة تسلا الشهيرة. قال ماجوك غواندونغ سفير جنوب السودان لدى أنقرة إن بلاده تنتظر من الشركات التركية الاستثمار على أراضيها في مجالات عديدة، في مقدمتها قطاعات المواد الغذائية والتعدين والبنية التحتية والزراعة والسياحة. لحجز هذه المساحة الإعلانية للتواصل والاستفسار 0555 110 85. التقى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وزير الخارجية التركي مولود شوشغلو ضمن إطار زيارة رسمية يجريها الأخير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. التقى رئيس دائرة الاتصال برئاسة تركيا فخر الدين ألتون مع نظيره الصومالي عبد الله الرشيد هاشي في العاصمة أنقرة. فذكر ألتون عبر حسابه في تويتر أن اللقاء جرى في دائرة الاتصال بالعاصمة.